الشريك كمان انا شايفاه حذر، يعني ممكن يكون عارف شوية اللي بيدور في دماغك، هو حذر منك شوية، في حب، في حب، بيفكر فيك كتير، بيفكر في حل للعلاقة دي. يعني انتوا تقريبا ممكن تكونوا مرتبطين بقالكوا كتير، علاقة روحية بينكوا قوية، بس بعضكوا، يعني انا اسفة، برج العذراء ممكن يكون للبعض، انت برج العذراء، انت اللي عملت حاجة في الشريك، انت بعت، انت غدرت، انت خدعت، الشريك زعلان، تعبان، بيدافع عن نفسه، بيدافع عن مشاعره، بيدافع عن الحياة، بيدافع عن حاجات كتير. فأنا شايفة ممكن يكون للبعض برج العذراء، انت او هو الشريك شايفك كده، انك انت غدرت بحب، بحياة، بعلاقة، بحاجات كتير، وشايفة فيه طرف ثالث يا جماعة في العلاقة دي. النصيحة بتاعتك يعني انت محتاج تكون صريح مع نفسك، برج العذراء محتاج تكون صريح مع نفسك، محتاج تشوف الامور بشكل اوضح، تفكر بحكمة وعقل، تبعد، ولو حاجة زي يعني بص، هنا النصيحة ماشية مع القراءة، القراءة هنا كان فيها غموض كتير، في حاجات مش معروفة، مش معروفة كتير. هنا بيقولك انك بتفكيرك بعقلك تقدر تنور لنفسك الطريق، والحاجات اللي انت ما تعرفهاش هتعرفها، يعني في حاجات انت ما تعرفهاش هتعرفها قريب، ولو الشريك هو اللي في حاجات ما يعرفهاش هيعرفها قريب ان شاء الله. ده بالنسبة للمتزوجين من برج العذراء. نروح للمنفصلين والمطلقين من مواليد برج العذراء. القراءة للمنفصلين والمطلقين من برج العذراء، طقطق في الأول يا برج العذراء، منفصلين ومطلقين، أنا شايفة بعض، ممكن للبعض يكون الطرف الثاني أو الطرف اللي أنت منفصل عنه يكون مسافر، أو تكون في علاقة حب مع حد مسافر، بس أنا شايفة رحيل يعني في حزن وفي انقطاع، يعني في انقطاع تواصل تماما بالنسبة لك يا برج العذراء. مطلقين ومنفصلين، شايفك في الوضع الحالي في حاجات كتير جدا انت بتفكر فيها، يعني مش في الوضع الحالي، في الماضي. القراءة عشان تكونوا عارفين هتكون ماضي، حاضر، مستقبل بإذن الله. الماضي انت يعني شايفة كان في علاقة حب فيها تفاهم كتير، شايفة طرف بعيد، شايفة فيه غدر، شايفة طرف يا برج العذراء دوت، انت شايفك مجروح كتير جدا من حاجات كتير حصلت، مش حاجة واحدة بس، علاقة، شايفك خارج من علاقة كان فيها حب لكن كان فيها صعوبات كتير جدا انت مريت بيها. كمان انت كنت يعني زي ما تكون ممشي العلاقة بالصبر، يعني مش اكتر، يعني انت ما كنتش بتعمل اي حاجة في العلاقة. انت كمان ممكن تكون شايف ان انت تكون قدمت فيها كتير، ممكن ده حب حياتك، يعني ممكن تكون علاقة قوية بقالها سنين، او هو ده الحب اللي في حياتك اللي مفيش غيره. شايفاك كنت في وضع متكتف، ممكن يكون بعضكم كمان تعرض لسرقة او لغدر، يعني في الغالب هي سرقة، ممكن السرقة على فكرة تكون سرقة مشاعر، سرقة عمر، سرقة حياة، يعني حاجات كويسة في حياتك، مش شرط تكون سرقة بس مادية. في الوقت الحاضر أنا شايفاك بتشيل مسؤولية كبيرة جدا يا برج العذراء، عندك حمل كبير، مضغوط، واقف في مكانك، رغم إنك عندك حاجات كويسة كتير قوي ممكن تقدمها، بس واقف في مكانك بسبب الحمل الكبير والتقيل اللي عندك ده،
انت مش قادر تتحرك، مش قادر تعمل حاجة، بتبص على الماضي، شايفة بعضكم بيبص على الماضي ومستني علاقة من الماضي، والبعض التاني عايز علاقة جديدة تماما ومش عايز يفتكر الماضي بأي شكل خالص، يعني لقدام لقدام. ده وضعك الحالي، بتكلم عن وضعك الحالي لحد دلوقتي. وضعك الحالي كمان ممكن يكون بعضكم دخل في ارتباط، ممكن يكون بعضكم عايز يدخل في ارتباط جديد، لان شايفة برضو هنا انت بتسيب الماضي، يعني انت مدي ظهرك في الماضي وعايز تدخل في علاقة حب جديدة وفي ارتباط جديد، وبتفكر ممكن بعضكم يكون واخد وقت مع نفسه انه يفكر في العلاقة الجديدة دي. شايفة للبعض منكم منفصلين مطلقين، شايفة في علاقة زواج، شايفة في زواج كذا كارت زواج، شايفة في رجوع، شايفة في انهاء علاقة كانت صعبة جدا بالنسبة لك. يعني انا شايفة في هنا، يعني انت مريت بالذات في علاقة فيها خدعة، فيها سرقة، فشايفة هنا انت بتقرر تنهي علاقة، او في علاقة انت مش عايز ترجع لها. الطرف التاني بالنسبة، هنتكلم الاول عن المستقبل وبعد كده نشوف الطرف التاني لو انت عايز تعرف هو بيفكر في ايه. المستقبل انا شايفة عندك فيه علاقة حب، يعني رومانسية جدا، يعني فيها حب، تفاهم، يعني فيها حاجات كتير انت بتتمنيها، وممكن دي تكون رجوع على فكرة، لاني شايفة اللي بعدها شايفاك منتصر، منتصر، والانتصار ده واضح لكل الناس، يعني مش انتصار بينك وبين نفسك، بينك وبين الشريك، لا، انتصار واضح جدا لكل اللي حواليك، وكمان هيبقوا فرحانين بيه وفخورين بالانتصار ده. يعني انا شايفة ناس كتير بتهنيك على زواج، ارتباط، او رجوع الطرف التاني، وممكن يكون رجوع الطرف التاني، لان انا شايفاك هنا برضو البعض لسه بيبص عليه، شايفة وضعك هيكون مستقر جدا في المرحلة اللي جاية، شايفة وضع مستقر، يعني بعد كتير لخبطة انت هتقدر يعني تسيطر على حياتك، على امورك، مش هتبقى متردد تاني ولا خايف تاني، لا، انت واقف وعارف انت بتعمل ايه، وكمان كأنك عرفت ايه، كأنك عرفت اللعبة بتتلعب ازاي، يعني خلاص انت بقيت ساكت وبقيت عايز تدخل جوه تفكير الطرف التاني او الشخص اللي قدامك، فانت مش هيضحك عليك تاني. بالنسبة لك انت يا برج العذراء، الطرف التاني انا شايفاه يعني قافل على مشاعره، مش مبين ان هو يعني مش عايز يتواصل، او بس الطرف التاني على فكرة يا برج العذراء برضو ممكن يكون للبعض منكم هو يكون عايز العدل معاك، يعني عايزك تفكر بعقلك وتاخد حل عادل بالنسبة لموضوع الانفصال، لأن ممكن يكون بعضكم في انفصال بس من غير طلاق، وعلى فكرة هو لبعضكم، عشان كده بقى، عشان كده في رجوع، هو فعلا بيشتغل على حاجة في العلاقة، كمان في حب، عنده حب ليك كبير، بيحلم بان انتوا تبقوا مع بعض تاني، وبيشتغل على العلاقة، وفي ممكن يكون في حاجات بيعملها، يعني بيجذبك بأي نوع من أنواع الحاجات، يعني في حاجات بيعملها أو حيل، المهم يعني إن هو يعني ممكن يرجع لك بس بطرق كده مش مباشرة، يعني مش جاي لك هو صريح، لأ، في طرق كده مش مباشرة، لكن في حب، في حب، وفي يعني طرف بيطالب بالعدل، وفي ان هو مسيطر على مشاعره ومسيطر على قلبه علشان ما يظهرش ضعف، ده ممكن هو مش عايز يظهر ضعف لان في حب كبير جدا،
مش عايز يظهر ضعف، وعايز يكون فيه رجوع بس بطرق تانية غير مباشرة. النصيحة بتاعتك بالنسبة لبرج بالنسبة لبرج العذراء، انت عندك بداية جديدة في علاقة انتهت، في علاقة انتهت بالفعل، في بعدها بداية جديدة الأسفور. حاول في البدايات الجديدة تغير من طبعك ومن شخصيتك، حاول تكون غامض، حاول تكون بتسيطر على مشاعرك، الحاجات اللي كنت بتعملها ما تعملهاش، اتعامل يعني الكاهنة دي بتقولك يعني انك تاخد الوضع ده بتاع الكاهنة، اللي هو انت بتقدر تسيطر على مشاعرك، بتقدر تتصرف بعقلك، مش اندفاعي، ومشاعرنا ما ندهاش لأي حد، وكمان مطلوب منك يكون عندك شوية غموض، يعني ما تبقاش واضح قوي كده، لا خلي عندك شوية غموض احتفظ بيهم لنفسك عشان دايما تكون يعني جذاب للطرف التاني. الأبراج اللي موجودة، يعني هقول الأول الطاقات اللي موجودة، الطاقات اللي موجودة في طاقة نارية، طاقة مائية، هوائية، كتير عندك هوائية، والطاقة الترابية. الأبراج شايفة معاك الثور، شايفة معاك الميزان، شايفة معاك السرطان، الأسد، العقرب، أبراج كتير موجودة معاك يا برج العذراء. دي الأبراج اللي أنا شفتها، وبرج الحمل كمان موجود معاك، برج العذراء زيك موجود معاك. بالتوفيق للجميع إن شاء الله، ونروح للعازبين والغير مرتبطين من برج العذراء. القراءة قراءة شهر أغسطس بالنسبة للعازبين والغير مرتبطين، ماضي، حاضر، مستقبل. أنا شايفاك في الماضي، أنت يعني كنت حد مبسوط قوي، سعيد، فرحان، كمان شايفاك كنت في علاقة حب بعضكو، ممكن تكون كنت يعني طرف تالت في علاقة حب، انت تكون فيها طرف تالت، او في علاقة حب دخلها طرف تالت، لكن انا شايفاك انت في الاول انت كنت مبسوط، كنت سعيد، عايش حياتك بشكل كويس، حبيت شخص، شايفه فيه في حياتك شخص انت كنت عايز تفوز بيه، فعشان كده كمان ده بيأكد وجود الطرف الثالث، انت كنت عايز انت اللي تفوز بالشخص ده. شايفه لبعضكم العلاقه دي اتهدت، احتمال اتهدت يعني من بدايتها. في كتير يعني في كتير وانت في القراءة بتاعتكو، يعني انت كنت حذر، على فكرة انت كنت في علاقة انت كنت فيها طرف تالت. الطاقات الموجودة انا شايفة طاقات نارية موجودة معاك كتير في القراءة بالنسبة للعازبين والغير مرتبطين، النارية كتير جدا معاك، والترابية بالهوائية بسيط وفي مائية. الأبراج اللي موجودة معاك عقرب، حمل، أسد، ثور، عذراء، الأسد جاي لك كتير، أبراج كتير موجودة، سرطان. المهم انت كنت في علاقة انت كنت عايز تفوز فيها بالطرف ده، لكن انت يعني شايف البعض ممكن يكون خرج خسران، او الطرف التاني هو اللي خرج خسران من العلاقة، في انسحاب وفي رحيل. شايف الطرف التاني او انت دفعت عن نفسك قدامه بسبب العلاقة الثلاثية دي، وبعدها كان في الانفصال او انقطاع العلاقة.
انت بعضكم العلاقة دي انت مستني فيها تواصل، يعني مستني ان هي ترجع تاني، بتفكر فيها، بتبص عليها، حاسس ان انت وقتها كنت عايش حالة حب حلوة قوي، عايز ترجع لها تاني. شايفة الطرف التاني يعني باصص لقدام، غير وجهته، ادى ظهره، يعني عايز، يعني بعد تفكير، على فكرة يعني بعد تفكير وبعد موازن أموره، أنا شايفة الطرف التاني بعد العلاقة دي ممكن تكون انتهت بسبب كده. يعني هي في حاجة اتعرفت، في حاجة اتعرفت أو بقت معروفة للناس حواليكوا. الوقت الحاضر انت يعني حاسس انك شايل حمل كبير جدا فوق طاقتك، يعني بتحب الطرف التاني ده، في عندك حب كبير جدا ليه، لكن انت مش قادر تشوف، انت باصص على العلاقة وباصص على كل اللي كان بيحصل فيها، عمال تفتكر في الذكريات ومش قادر تشوف اي حاجة تاني حواليك. في عندك علاقة حب جديدة، انت كمان عندك اللي تقدمه، بس انت واقف في مكانك، انت مستني حد معين هو اللي تكون معاه او هو اللي يجي ويكلمك. على فكرة الحد ده ممكن يرجع وممكن يجي ويكلمك، لان هنا بيقولك انك انت تصبر، وان في عرض هيجيلك، وان انت الانتصار او الفوز اللي انت كنت بتحلم بيه او بتتمنيه في بداية العلاقة هيتحقق لك ان شاء الله في المستقبل. شايفة بعد رحيل بعضكم في عنده العازبين والغير مرتبطين، في عندك ارتباط، بس شايفاك في الارتباط ده هتبقى قافل على قلبك شوية، محافظ على مشاعرك شوية، مش هتبقى بنفس العفوية ونفس الانطلاق اللي انت كنت فيه مثلا في علاقة قبل كده، يعني مش هتكون، لكن في علاقة زواج وعلاقة زواج سعيد كمان. في زواج، في زواج وبقوة، في زواج واللي فيه رجوع لعلاقة قديمة، أو ممكن يكون فيه رجوع لعلاقة قديمة وحياة سعيدة في علاقة كانت موجودة في الماضي، انت كنت افتكرت ان هي خلاص دي مش هترجع تاني، لكن في زواج وبعد استشفاء ان شاء الله. انت محتاج ان انت تاخد وقت مع نفسك، او ممكن الطرف التاني لو انت زعلان انت وحد يكون في حالة استشفاء او بياخد وقت مع نفسه، وبعد كده هيجي وهيكلمك. في زواج، بعضكم على فكرة ممكن يكون محتار بين شخصين، ممكن يكون عنده اختيارين محتار بينهم، لكن هتقدر تقرر وهتقدر تختار. انا شايفة العلاقتين اللي انت محتار بينهم الاتنين حب والاتنين ارتباط والاتنين زواج، فهنا القرار هيكون في ايدك انت، يعني بس حاول تطلع من حالة الحزن والاكتئاب، انت عندك حزن واكتئاب. فكر يعني ازاي تخلي، يعني هنا بيقولك انه انت اوريدي في عندك علاقة فعلا انتهت، في علاقة انتهت خالص، انت حزين جدا بسببها، بس فكر بحكمة. تفكير بحكمة هيفيدك في انك انت تعرف اللي حصل ده حصل ليه، عشان تقدر توصل لحلول فيما بعد. شايفة كمان بالنسبة للنصيحة بتاعتك انك ما تترددش، بلاش تتردد، حاول تاخد قراراتك بشكل واضح وبشكل سريع وبشكل قاطع، يعني ما تقولش كلام وترجع فيه او تقول حاجة وتغيرها او كل شوية تبقى بحيل، حاول تسيطر على مشاعرك وتوازن بينها. عندك لو انت عملت كده انت عندك علاقة حب قوية جدا في المرحلة اللي جاية،
انت اللي في ايدك تنجحها. ده بالنسبة لبرج العذراء شهر اغسطس. بالنسبة للعازبين والغير مرتبطين، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. شكرا.